السلام عليكم ورحمة الله متابعين الشيخ البيضاوي. كيف ما وعدتكم فيديو على زيارة المي معيشة أو زيارة الميلود أو زيارة العام أو ذبيحة العام أو المنفولة العام ولا شنو تيقول له. مهم زيارة الميلود ولا زيارة ديال العيشة كديرها كلي عنده الزيارة في الميلود كلي عنده قول من الميلود كلي عنده بعد الميلود كلي عنده عيشورة كله وكاشة ديالو ماشي مفروض في الميلود. انا عندي اي وقت كنمشي توصلوا معايا ناس كنهود عندهم امور في ديالي حكمت عليه كنمشي كنمشي ديما كنمشي كنمشيش كنمشي كنمشي باش ما واش كنمشي ما كاين حكمه كنمشي. هذه امور بعيده على المقدميه هذه امور فقهاء. لقيت انا راسي كنعرف هذه الامور وصلوني الزداله نقول لكم ديروا حيت كاينين جوج زيارات الزياره هذه اسرار ما كيعرفوهاش وكاين الزياره اللي كلشي كيعرفها الناس اللي عندها ترونسبور ولا الناس اللي عندها مركوب يركب مكناس مكناس كيف كتحطو جديكم في مكناس شايل لها مولا مكناس داويني وداوي عليه كتقصدو الوالد ديال مكناس هو الشيخ كامل هادي من عيسى لو ترحمو عليه على اليسر كاين واحد المكان كتعاودو ديرو فيه الند ولا الضو وتصبي فيه المياه طواليط ولا ماشي طواليط سيري شوفي بعينيك راه نعطيكم زيارة ربانية باش ما يكونوش كيدوزو فيكم انتوما غادي مقدمين احسن منهم ملي غادخل لبالك طواليط ما شربيش الماء بغيتي تشربي شربي شعلي السماء شعلي السماء نقول شعلي ما تشعليش ولكن عارف البسيط تشعلي فيها السماء شنو هي تماك ماشي غير بهاديك البلاصة الحلوة ولا تشعلي فيها السماء خرجوا من تما كاين قبر حمراء الباشا عمو الله على قبر غالي الباشا كبير تا هو ترشي الزهر بغيتي تخلي شي حلاوة تخليها النية ديالك انا ما نقولش شنو تقولي تحسبي عليا لكن ملي غادخل تحت رجلك شوفي انت شنو مكتوب لك ربي كاين اللي كيتلف على هذاك هذا الطلب كله وشنو ما عرفت شنو مكتوب لك ربي كتخرج جي من تما كتسودي بلاصة اللي كدوز كدبحو كدوز كيشعلو السماء تطوي الضو ديالك كي ضويتي عرفتي ضويتي عند واحد الاحباب او عند واحد المخلوقات خلق الله عز وجل ما كتعرفيهمش كتعرفوا عليك ملي كتشعلي الشمع دابا في الشيخ الكامل خرجوا من الشيخ الكامل النيه ديالكم جوا تعوزوا ما تدوزوش هي كانت نيتكم مع الله تشدي المركوب سيدي علي دوغين دوغين ومغاسين دوغين عرفتي عندي سيدي احمد دوغي هو الاول هو الفقيه الله يوالي برحمته الله فمولاي احمد الله يوالي رحمته الله غتمشي تدخلي ترحمي عليه سيدي احمد دوغي ترحمي عليه كاين مسجد تماك درك تكسلا صلي فيه تماك ما صليتيش في المسجد ضروري غدير كسلا يا فاتك غتصلي تماك الا مصلي فريد ديالك ماشي مشكل دير جوج ركعات في الجامع ملي تدخلوا شي ضريح المسجد اللي فيه دير جوج ركعات بنيات جايه اللهم انك عفو تحب ولا تعفو عنا اللهم فرج عنا هذه اللي ما درتيش اسي طريحي كي الزياره الا ما صليتيش سيدي سليمان من كيفان كتعاودي الحفره للعيشه ديك الدوغية العيشة الدوغية تما كاينين حكامة الحمر اللي عندها عريض من الحمر كاينين محكامة تما المهمة حاجة تحمو تاودي المحكامة الدوغيين اللي كيهوى الطبخ كاين اللي كيهوى الشمحمار كاين اللي كيقلب السكر كاين الحسن هادشي بالحساب اللي كنقول لكم حنا دابا انا ملي نعطيك حسابك شنو غدي شنو غدي ما تقدميش ما تصيديش شنو غديري شنو غديري نعطيك نهزو عليك ما ديريش نعطيك نهزو عليك ما ديريش يا مرا يا راجل بحال هكا كنقول لك شنو تخلي شنو ما ديريش كيتجنن ويكولو شحال من حاجه كيتوب كلش شحال من حاجه كطلعي من كطلعي من العشاء دوغية تاودي سيدي علي بالحمدوش مستف من القوش رحمي عليه ما تيسر تماك الخديم ديال القبة كتخرجي كاين مسجد تا هما صلي شركي عاد تما سيدي علي بالحمدوش سيدي علي بالحمدوش كتعودي اول حاجه بعدا كتدير الحفرة ديال العيسى كاين اللي كيسبق الحفرة كاين اللي كيسبق سيدي علي بالحمدوش عاد كلها انا نرجع نعاود نقول لكم كلها الحساب ديالها يعني انتم كتفكروا امام الله تكونوا عندكم حسنات وعارفوا مع من تواصلوا ماشي مع المشعوذ ماشي هي كتشرك بالله تحاول تدمر الناس غتبعيها من باب جاس منو غتبعيها ابواب الحال وابواب روحانيه كثيره يعني وعارف مع من تواصله يلا عيسى سيدي علي بالحمدوش الحفره الحفره هي ديال العين اللي كتعوم وتوصلو كتنفقها كدير كلشي كدير انت راجل انت نعمتي انا كنعوم
نلعب في الليالي والشتاء، ربعة الليالي ثلاثة خمسة الصباح الجول الشتاء والليالي على جميع فصول سنوات هذي، والمو فيها في الشتاء والواد فيض الكيم اللي كنخوي عليه ما بعد الظلمة الظلمة في العين إلى العيشة. كتسالي من تما كتدوز سوما الزيارة ديالكم عاد شد ديال العتبة ديالك ايام ما تجيش بلاصة يا خدامة الدار ما تعتبي عندها شي وحدة ولا شي دار ولا شي بلاصة شي محل شي وحدة تعتبي عتبتك او فيها ايوا ديك الساعة كتركني العتبة ديالك كتقاد ديالك كاني العتبة ديالك وكتلقيها وكتدير العتبة ديالك. السلام عليكم امور خير الناس اللي بغات تطلع سيدي علي هادي هي الزيارة اللي سيدي علي اللي كتسالي من سيدي علي بالحمدوش كاين اللي عند الحساب دوزو سي سليمان مول كيفان وكاين اللي ما عندهاش الحساب سي سليمان مول كيفان كتجاوزو الطاكسي والطوموبيل سي سليمان مول كيفان هو كذلك كترحمو عليه الحفرة ديال العيشة السودانية ديرو تماك الباروك اللي غديروه وتخرجو تجيو بحالاتكم لا يذبح عليك ولا يسملك ولا يسير الله عليك والله عليك ولا يشرك بالله هذاك. والسلام عليكم ورحمة الله. تا هي دابا نهضر لكم على المحكمة ديال سي سليمان مول كيفان بوحدها هذه المحكمة ديال حمو ملكة وميرة الأولاد كتحوزهم المهمة للعيشة. والسلام عليكم ورحمة الله.